صباح الخير والنور والسعادة عليكم متابعينا مشاهدينا الكرام، احييكم زملاء في الاستديو وارحب بكم في هذه الفقرة الجميلة والمميزة، فقرة سوقنا من سوق الجبيل. نستعرض ان شاء الله فيها وياكم اليوم اسعار الاسماك الموجودة، لكن اليوم قلنا بنبدأ وياكم بداية باسعار الاسماك المقطعة، وعندنا الخباط وعندنا القباب وعندنا القفدار وعندنا ما شاء الله اشياء كثيرة من هذه الاسماك. السلام عليكم بي، كيف حالك؟ ما شاء الله، خبرنا اليوم خباط كم واصل بكيلو؟ هذا خباط 32 32 درهم 32 درهم سعر الخباط، كامل 6 كيلو واحد نفر يشتري ما شاء الله 6 كيلو في السمكة الوحدة. هذا كيلو يشتري 40 درهم كيلو إذا مقطع، قطع كيلو كيلو سترية. نعم إذا مقطع ب 40 وإذا بغيته كامل على 32 وهنا أيضا عندنا مجموعة من الروس. حمور راس هذا كيلو 10 درهم 10 دراهم، هذا شتل راس 10 درهم، الشتل ب 10 الجيش هذا 5 درهم كيلو، الجيش على 5 هذا كيلو 15 درهم، الخباط على 15 على 15 و10 و10 دراهم اسعار الروس عندنا مشاهدينا الكرام. طبعا هذه الروس يسوونها صالون، يسوونها مكبوس، في حد يعني يدور الروس هذه موجوده عندنا في سوق الجبيل، ان بغيت سمكه كامل، ان بغيت الروس، ان بغيت شيء مقطع، كل شيء متوفر والحمد لله. نعم، وعندنا ايضا القباب كيلو 25 درهم صغار 25 25 القباب اليوم الصغار على 25 والكبار 25 صح، يعني عندك صغار وكبار اليوم على 25 درهم سعر كيلو القباب عندنا اليوم مشاهدينا الكرام. طبعا الصغار، وهناك عندنا على الدكه ايضا الاحجام اللي هي شويه اكبر عن اللي شفناها هني، وايضا عندنا اسماك مختلفه. نعم، سلمون كيلو 45 45 كامل كيلو 40 درهم، اذا بغيته كامل ب 40 بغيته مقطع قطع كيلو 45 درهم. انزين، وعندك هناك الجيش كيلو 20 درهم، الجيش كيلو 20 درهم على 20، الجيش على 20 جيش جول، هذا هنا نعرف ما شاء الله على 20. زين، وشنعد وين يوم هاي؟ شنعد كيلو 40 درهم. انزين، كيلو ب 40 كيلو 40 كيلو ب 40. انزين، وعندك بعد يودر كم هنا؟ يودر كيلو 30 درهم، لفه شوي اليودر لفه، هذا طبعا هنا عندنا بالحل يودر مشاهدينا الكرام على 40 هابوي كيلو 40 40 درهم 30 درهم 30 توني جاي بقول انا السعر الحين نازل على 30 على 30 عندنا اسعار كيلو اليودر كيلو 40 درهم 40 السكل ب 40 السكل عندنا على 40 واليودر على 30 والشنعد كم قلنا ابوي؟ شنعد كيلو 40 درهم 40 بعد الشنعد نزل من ال 60 قبل على الحين 40 درهم. زين، نرجع شوي ورا نراويكم سمكة اليودر، هذه اليودر القطع اللي موجوده عندنا هناك مشاهدينا الكرام وعلى 30 درهم 30 درهم 30 درهم سعر كيلو اليودر عندنا اليوم مشاهدينا الكرام. طبعا ما شاء الله احنا بدينا وياكم من هذه دكه الاسماك المقطعه مثل ما تشوفون، عندنا السكل وعندنا اليودر وعندنا الجش وعندنا ما شاء الله ايضا الشنعد ومغيته اللي هو عفوا السالمون ومغيته القباب، كل شيء متوفر الحمد لله في سوق الجبيل عندنا اليوم. بننتقل وياكم ايضا مشاهدينا الكرام الى دكات ثانيه، بنشوف شو عندنا من الاسماك المعروضه عندنا في هذا اليوم السعيد والجميل ان شاء الله. اليوم ما شاء الله في ايضا حركة وإقبال على السوق، بنشوف وياكم عندنا هني حصلنا هذه الكمية من الدوتش، الدوتش طبعا اللي هو المحار هنا عندنا الصغار، شوفوا ما شاء الله حتى ثقيل الصندوق هذا. السلام عليك. كم عندنا أبوي الدوتش؟ كيلو 10 دراهم كيلو ب 10 كيلو ب 10 دراهم عندنا الدوتش اليوم متوفر ما شاء الله مشاهدينا الكرام. وهني عندنا أيضا تشكيلة من أسماك مختلفة، طبعا عندنا جش الفروع، عندنا هناك ربيان مزارع، عندنا أيضا التقوى، وعندنا الموسى، وعندنا ايضا الانغاره. خبرنا ابوي ربيان مزارع كم هنا عندك؟ ربيان كيلو 40 درهم على 40 كيلو 40 درهم السعر يعتبر شوي ثابت. وهنا عندنا التقوى كم؟ تقوى كيلو 20 درهم على 20، وعندنا هني الجش الجول هنا 16 درهم كيلو 16 درهم 16 درهم 16 درهم. هناك شو عندك؟ قرفه وعندك عومه وعندك شو بعد هناك؟ عندنا الحلوايو بعد هنا بعد السودة هنا مشاهدينا الكرام، وعندنا العندقه وعندنا الجش الصال وعندنا العومه ما شاء الله. خبرنا ابوي عطنا الاسعار. هذا كيلو 5 دراهم عومه؟ ايه كم؟ 5 دراهم؟ 5 دراهم. وهناك قرفه؟ كيلو 15 15، وعندنا ال 30 درهم حلوه. حلوايو كم؟ 30 درهم 30 درهم. عندقه كم هناك؟ 20 درهم 20. والجاشع كم عندك؟ هذا كيلو 27 27، الجاشع على 27، الجاشع دائما هذا سعره بين 30 25 27 دوما سعره هذا ثابت. وهناك عندنا الجش الصال صغار كم بوي هناك الجش؟ كيلو 20 درهم هذا على 20 على 20 درهم عندنا الجش ما شاء الله. شوفوا تشكيله طيبه عندنا من انواع مختلفه من الاسماك الصغيره والكبيره، كل شيء متوفر الحمد لله عندنا في سوق الجبيل مشاهدينا الكرام. وهني عندنا ايضا اليوم النيسر ما شاء الله. السلام عليك. السلام، كيف حالك بوي؟ شو النيسر اليوم؟ النيسر زين الحمد لله، كيلو 10 درهم على 10، النيسر على 10، الدردمان كم؟ 15 15
يا سلام على 15 شعور. شام 10 درهم، 15 درهم. 15. جيش 20 درهم. هذه 25 16. شو هذا الدبسي هذا؟ جيش. نعم 16. 16. شعري 10 درهم. صغار هنا على 10 دراهم. جيش جول 18. جيش جول على 18. تكوى على 20. 20 سمان. سمان على سمان وبالول هذا بوالين. كم؟ 30. 35. أيوة. فسكره كم عندك؟ 15 حبيبي. 15. ايوه فسكره على 15 درهم اليوم. وعندنا القفدار هنا، القفدار على 15 بعد. بعد 15 ما شاء الله. أيوة. العيمي 15. ايمه على 8 درهم. اليمه على 8. اليمه على 8 دراهم اليوم. مشاهدينا الكرام ما شاء الله مثل ما تلاحظون كميه طيبه من الاسماك على كل دتش بين 7 الى 10 اصناف. مشاهدينا الكرام بننتقل وياكم ايضا الى دتشات ثانيه بنتعرف فيها وياكم على اسعار الاسماك الموجوده عندنا هني. عندنا هني طبعا هذه الدتشه فيها شيء من النيسر، شيء من اليمه، وشيء من الجش، وعندنا ايضا اشياء كثيره هنا ما شاء الله من الاسماك اللي يشوفونها ما شاء الله. السلام عليك، كيف حالك؟ عطنا ابوي الاسعار، شو عندك هنا؟ هذا ذيمي في، هذا يما صغير فيها ذيمي ويما. شو الاسعار ابوي هنا؟ 10 ولا 8؟ هذا 5 درهم كيلو، هذا 3.5 درهم كيلو. 3 دراهم؟ 3.5 ونص، وهني 5 دراهم. هذا 5 درهم ما شاء الله. زين عندنا قفدار 20. 20. وهناك الجيش 60. 20. 60. جيش 18. 18. شو؟ نقول 20. نقول 20. نعم. درهم كيلو. وهناك شو بعد؟ هذا بيا، بيا صغير. بيا صغار هيك. 10 درهم كيلو. على 10. وهناك شو عندنا اليمة؟ هذا يمة 8 درهم كيلو. 8 درهم، على 8 دراهم طبعا 8.5 ما شاء الله. عندنا أسعار مختلفة مشاهدينا الكرام. طبعا هذه الدتشات موجودة عندنا في سوق الجبيل في آخر السوق تحصلون، وهني عندنا أيضا مجموعة مختلفة من الأسماك. يا ربي عطنا الأسعار بارك الله فيك. هذا كيلو 10 درهم هذا شعري. هذا هني شعري وش خيري هنا على 10. زين الجش هناك كم ابوي الدبسي؟ 16 درهم كيلو. 16 درهم. إيه. وحدي؟ هذا حدي 25 درهم. 25 درهم. فسكرة؟ سمان احمر 25. 25 هذه يسمونه السنور بعد. 12 درهم كيلو. 12 درهم. 12؟ 12 درهم. 12 درهم عندنا الفسكرة. دردمان 15. 15 الدردمان. وسمك هالبني هذا؟ هذا بني 17 كيلو. 17 درهم. طبعا هذه من الاسماك، اسماك المزارع، اسماك حلوه مشاهدينا الكرام. تينا اكثر شيء من باكستان. وكم قلنا 15؟ 17 درهم. 17 درهم. قبل كان ينسامن على 25 لكن الحين نزلت الاسعار فيهن ما شاء الله. وننتقل ايضا. سلام، كيف حالك بي؟ نشوف وياكم هني بخير الله يسلمك. عندنا مجموعه مختلفه من ايضا القشريات والربيان هني. عندنا الاحجام الصغيره. السلام عليك، كيف حالك؟ شو اخبارك؟ الله يخليك. عطني الاسعار ابوي، ما المزارع؟ هذا 45 مزرعه. هذا 45. ايوه نعم. اكبر اللي شفناهم هناك بهاري 55. هذا فلاور؟ ايه فلاور تايكر هذا. نعم 55. ايوه. وعقب؟ وهذا بعد فلاور تايكر هذا 55. 55. وهذاك الثاني؟ فلاور تايكر كبير 65. 65 ما شاء الله، كبار هاي. وايدين طازة. صفاقيات اشوف عندك اليوم؟ صفاقيات ما شاء الله رخيص. ما شاء الله، صفاقيات طبعا من اسبوع متوفرة عندنا في سوق الجبيل الحين. كم بوي هنا؟ كله 60 هذا. على 60، على 60 درهم احجام صغيرة. وهناك مربيان لبستر؟ هذا لبستر هذا 5، هذا 100 درهم كيلو. على 100. 100 درهم. على 100 درهم. وهني عطنا هاي كم هنا الفلاور هذا؟ كبير فلاور تايجر هذا 75. 75، 75 درهم عندنا الفلاور. وهذا الجامبو ابيض؟ جامبو وسط هذا 50 اليوم. 50 الوسط. أيوة. على 50. شوية أصغر هذا 45. 45 جامبو. أيوة. نعم على 45 هايلة ما شاء الله. أحجام أحجام طيبة بين يعتبر صغار ووسط هايلة. وهناك آخر شيء هذا شو بي؟ هذا 50 هذا جامبو هذا. على 50. أيوة. جامبو على 50 درهم اليوم عندنا ما شاء الله. مثل ما لاحظتم مشاهدينا الكرام أسعار الربيان تقريبا من أسبوع إلى الآن أسعار تقريبا شبه ثابتة وما تغيرت وايد، وأحيانا تتغير الأسعار دائما إذا وصلت كميات ازيد، اذا كانت الاحجام اكبر شوي فتتغير الاسعار مباشره. لكن الحين مثل ما شفنا وياكم من بدايه الاسبوع الى الان اسعار طيبه والحمد لله، لان الكميه اللي موجوده كميه طيبه والاحجام اللي موجوده ايضا احجام صغيره. وهني عندنا ايضا لا تنسون هذه الثلاجه، يوم بتون سوق الجبيل مروا على هذه الثلاجه. اذا كنت مستعجل تبغي تاخذ شيء بتروح عندك هذه الاشياء الموجوده هنا من طبعا العومه، الربيان، قباقيب، شو ما بغيت كل شيء متوفر والحمد لله. والاسعار ايضا متناول الجميع بين 8 الى 7 دراهم. وهني عندنا هذا الربيان مثل ما خبرتكم انا دوم شيء منه للمشوار وشيء منه ايضا للقلي. شيء الاسعار تبدا من 20 لغايه 26 درهم على حسب اللي تبونه، بالاضافه الى انواع مختلفه من التتبيلات
مشاهدينا الكرام، والكافيار ايضا متوفر. علب لحم القبقوب ايضا هنا موجود عندنا، وخبرتكم دائما هني الاسعار من نوع الى اخر تختلف، عندنا ب 90 78 68. ليش هذا سعر؟ يعتبر يعني المقاريف لهن سعر، الظهر له سعر، الريول لهن سعر، يعني على حسب، كلهن مسعرات على حسب نوع القطع اللي موجوده من القبقوب في هذه الثلاجات. بالاضافه الى ايضا عندنا اسماك السبريم المتبله الجاهزه، تتبيلات سالناه نحن هذاك اليوم، الوان مختلفه سبحان الله، شوف البرتقالي البني الاصفر، في تتبيلات حاره، تتبيلات عربيه، تتبيلات ايطاليه اللي هي الاوروبيه تعتبر، وفي تتبيلات اللي هي خاصه ب سوق الجبيل. مثل ما تشوفون الاسعار عندنا من 19 لغايه 17 درهم و22 درهم على حسب الحجم، على حسب الحجم والوزن. مشاهدينا الكرام ننتقل وياكم ايضا نكمل نحن جولتنا مشاهدينا الكرام في سوق الجبيل، نستعرض فيها وياكم ايضا الاسعار اللي موجوده عندنا من الاسماك المستورده عندنا. طبعا هذه هني البياح المصري، وهني عندنا البلطي المصري. السلام عليكم بيه، كيف حالك؟ زين الحمد لله. كم بلطي؟ 16 درهم. وبياح؟ بياح 25. 25. انزين، هناك عندنا ايضا الاسيان سي باس الباراموند اللي تينا طبعا من المملكه العربيه السعوديه، وسعره كان ثابت على 22، بنتاكد اليوم 22 ولا نزل ولا زاد السعر؟ 22. 22 ثابت السعر على 22. وعندنا هني السبريم 28. 28. والسي باس اخر شيء 33. 33 33 درهم عندنا اسعار السي باس مشاهدينا الكرام. طبعا في عندنا احجام اكبر عن هذه موجوده في سوق الجبيل، شيء على 50 درهم وشيء على 33 درهم، الاحجام تكون اكبر عن اللي تشوفونهم هني عندنا في هذه الدجه. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اتمنى ان شاء الله تكون هذه الفقره نالت اعجابكم، واستعرضنا فيها وياكم اليوم اسعار الاسماك والقشريات واشياء كثيره، والحمد لله متوفر عندنا في سوق الجبيل. مثل ما لاحظتم من بدايه الاسبوع الى الان الاسعار تعتبر شبه ثابته، والاسعار كيف تختلف؟ اذا جت كميه كبيره من الاسماك تنزل، اذا قلت الاسماك ترتفع الاسعار. ايضا نفس الشيء عندنا القشريات، اذا كانت كميه كبيره فالاسعار تنزل، اذا قلت الكميه الاسعار طبعا ترتفع. يعطيكم العافيه، نشوفكم ان شاء الله في حلقات قادمه، حياكم الله ومع السلامه.